الطيران انقسم بالطيران بسبب عدم قدرتي على عدم قدرتي على الطيران في الجو الى السيارات المفخخه. فمنذ اكثر من شهرين انقطع المازوت عن دمشق ولدمشق. منذ يومين الى الان تم تدفق المازوت الى المحطات الوقود. تم على اثره انفجارين، انفجار في المنيحه وانفجار اخر في برزه. فهذا النظام يجدد وحشيته بالنسبه للمدنيين. سلام، فقط للتوضيح اسمح لي، المنطقه التي تم فيها انفجار تلك السياره في محطه الوقود في مساكن برزه، هل كانت هذه المنطقه تخضع للجيش الحر ام للنظام؟ اخي الكريم، المنطقه تخضع الى النظام، وهي منطقه يوجد فيها مدنيين كثر. وهي ولا يوجد جيش حر في المنطقه اخي الكريم. استهداف هذه المنطقه هو وحشيه النظام لدب الرعب بين المواطنين المدنيين والآمنين اخي الكريم. طيب سلام، اذا كان لديك اي معلومات جديده عن المطارات وخاصه في دمشق، هناك اعلان من قبل الجيش الحر قبل اسابيع عن سيطرته على مطار عقربه في ريف دمشق لطائرات الهليكوبتر، وايضا عن قواعد عسكريه قريبه من مطار دمشق الدولي واشتباكات تجري في مطار دمشق الدولي، هل هناك اي تطورات اليوم؟ نعم اخي الكريم، نجح الجيش الحر من شل حركه الطيران المدني بشكل تام في مطار دمشق الدولي، وذلك بعد تكبيس خسائر فادحه. فتمكن الجيش الحر من ضرب خزانات الوقود وسط الاستقبال، والطريق المؤدي للمطار غير امن على الاطلاق، ويعتبر منطقه عسكريه خاصه ان الجيش الحر بيسيطر على الغوطه الشرقيه بدمشق، مما يجعل طريق المطار تحت مرمى نيرانهم بشكل مستمر. وتواصل قوات النظام قصفها وحصارها للبلدات القريبة من المطار، حيث تتمركز قوات النظام بمداخل بلدة بيت فحم من جهة المطار عند الجسر الأول، وتقوم بقصف هذه المدن بالإضافة إلى قيام الجيش بالإضافة القصف المستمر من مطار المنزل العسكري بقذائف الهاون ورزمات الصواريخ التي تنطلق إلى الأحياء الجنوبية ومدينة دارية والمعظمية التي ترتكب المجازر وتقتل المدنيين. سؤالي الأخير لك سلام، عن المناطق الجنوبية خاصة الحسينية، السيدة زينب، ببيلة، هل هناك أي تطور ودارية بالتأكيد، هل هناك أي تطورات ميدانية اليوم في تلك المناطق؟ نعم أخي الكريم، منذ الصباح اليوم اشتباكات واسعة تدور في مداخل دارية وفي المناطق الجنوبية، التضامن ومخيم اليرموك، في مداخل مخيم اليرموك وفي مداخل حي التضامن وفي الحسينية والسيدة زينب. فالأصوات تعلى في العاصمة دمشق نتيجة الاشتباكات ونتيجة القصف العنيف على الأحياء الجنوبية من العاصمة، فتحولت إلى ركام وتحولت إلى منطقة منكوبة بالكامل، المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق. شكرا جزيلا لك الناطق باسم شبكة شام الإخبارية سلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. دكتور محيد الدين لاذقاني، استهداف النظام السوري